رسم العاملون في الصفوف الأمامية منذ بداية جائحة فيروس كورونا صورا كثيرة للتعاضد والإنسانية، وذلك في سبيل الحفاظ على صحة كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين. أروع صور التعاضد جاءت لتلبي نداء الوطن، والتي رسمها العاملون في المجال الصحي بقيادة الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، جاءت لتؤكد المكانة الرفيعة والعالية التي تتمتع بها مملكة البحرين في هذا المجال بأبنائها المخلصين ممن نذروا على أنفسهم خدمة هذا الوطن في الرخاء والشدة. وها هي الشدة تزول شيئا فشيئا بفضل من الله وبفضل كل من سهر وبذل كل غال ونفيس للسيطرة على الفيروس والتخفيف من ألم المصابين. طبعا في قصص كثيرة مرت علينا، في مواقف يعني حزينة تأثرنا منها، وفي مواقف بالعكس أعطتنا دافع للعمل والاستمرار في مواجهة هاي الفيروس. أذكر منها أول قصة، شابة عشرينية دخلت المستشفى في الأسابيع الأخيرة من الحمل بسبب مضاعفات كورونا. للأسف هاي الشابة تم توليدها وضعها لجهاز التنفس الاصطناعي خلال إقامتها في المستشفى بسبب مضاعفات الفيروس، وتدهورت حالتها أثناء وجودها في المستشفى وتوفت، وتركة وراها طفلين عمره واحد منهم عمره 5 سنين والثاني عمره أيام. وكان صعب علي جدا إني أروح أخبر زوجها اللي كان في حالة صدمة، شون أنقل له هاي الخبر السيء. هاي الموقف كان وايد صعب علي. الموقف الثاني اللي أذكره هي وفاة عمي في أول أيام عيد الفطر بسبب أيضا مضاعفات مرض كورونا، وكنت وقتها منوبة واخترت أني أوصل العمل عشان ما أحط عبء أكبر على زملائي في هاي الظروف الصعبة. وفي المقابل كان في قصص وحالات إيجابية تتمثل للشفاء وتطلع للبيت، وهاي الحالات كانت تعطينا الدافع لمواصلة عملنا، خصوصا الحالات اللي كانت ماخذة تطعيم وكنا نشوف تتمثل للشفاء وما تتعرض لمضاعفات الفيروس. ما ذهب هو الكثير وما بقي القليل حتى تزول هذه الجائحة، فالقصص التي واجهها كل من يعمل في الصفوف الأمامية كثيرة، ولكن أهميتها تكمن بما تحمله في طياتها من عبر ودروس إنسانية تبرهن على مدى العناية والاهتمام التي يتلقاها كل مريض أو مصاب بفيروس كورونا. فها هي الصفوف الأمامية بكل ما أوتيت من قوة تطبق مفهوم الإنسانية، وهو ألا تضحي بأحد ما استطاعت.